إخراج قيمة زكاة الفطر فيه خلاف بين أهل الذكر، فمذهب الجمهور أن المجزي إخراجها حبا بمثل الأرز أو بالتمور أو بقمح أو شعير، كما أتى فيما رووا عن البشير. وذاك رأي مالك والشافعي والحنبلي ذي المقال النافعي. أما الإمام التابعي الحنفي فقد رأى إخراجها نقدا يفي، ومثله شيخ المحدثين أعني به البخاري الأمين. والأموي من بعدله اشتهر وهو سمي وحفيد لعمر. كذا الإمام الحسن البصري وأشهاب المالك والثوري. ولابن تيمية مذهب وسط بينهم، فقد رأى أن الغلط إخراجها نقدا لغير داعي، فإن دعا الداعي لذا فراعي. مصلحة إذا تكون راجحة ظاهرة لدى الفقير واضحة.